السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم. كما تتشوفوا بغيت نشارك معكم الكراتان نتاع الخضرة بدون لحوم اللي تيجي رائع، تيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير وبمكونات جد بسيطة. بسم الله على بركة الله، ندوزو المقادير والطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، عندي الدنجال، عندي واحد الدنجالة كبيرة وثلاثة دنجالات صغار اللي هو الأساس في هاد الأكلة هادي، وبالنسبة للكمية تتبقى على حسب الأفراد العائلة. غادي نحيد لي هاد الراس هذا، غادي نقطع دوائر الدوائر، ما يكونش رقاق بزاف وما يكونش غلاظ بزاف. وتنكمل الدنجال بهذه الطريقه، تنقطعوا الدوائر وغنحطوا في واحد البلاطه واحد الطاوه، غادي نشرب واحد شويه نتاع الملحه، هاد الدنجال تيجي بحال مقلي. غادي ندخلو للفرن، غادي ندخلو للفرن، غادي ندهنو بواحد شويه نتاع الزيت، تيجي رائع بهاد الطريقه بحال لا مقلي، ما تيشربش الزيت. تندخلو الفرن تيتحمر وتيطيب في نفس الوقت. في هاد الأثناء فاش تندخل الدنجال للفران، عندي جوج غنحط صوص طوماط اللي تندير فيه واحد جوج مطيشات محكوكين، وتنزيد عليهم واحد شويه نتاع الزيت البلديه وشويه نتاع الزعتر، وغادي نطبقو في النار. وهنا تندير مطيشه طيب ليا صوص طوماط، تنزيد عليها واحد شويه نتاع زيت الزيتون، وتنحك عليها واحد شويه نتاع الزعتر. لاصوص طوماط تتجي رائعة، تتجي في البيتزا وفي أي حاجة تتجي زوينة. وتنزيد عليها واحد شوية نتاع البابريكا، واحد شوية نتاع البزار، وشوية نتاع القرقوم، وشوية نتاع سكنجبير. نخليها تشحر واحد شويه، وهنا تنخلي لاصوص تنشف مزيان من الماء، هذيك الطفيله صوص الطوماط ديالنا تتجي على هذا الشكل، تنخليها تنشف من الماء. رائعة تجي زوينة، تعاد تنشف مزيان من الماء وتنطفي عليها النار. وهنايا عندي ثلاثة الفلفلات مشكرين، وانتو ما تقدروش تكتفيو بالشكل واحد اللي كنشويهم فوق البوطة، وغادي نقيهم مزيان ونقطعو. وتنقيهم مزيان وتنقطعهم على هاد الشكل،
كنستمر بها الطريقه تنقطع الفلفل اللي كتشوي فوق البطاطا نشوي فوق البطاطا حتى ما تقدروا تشويوه في الفران تجي رائعه كيجي زوين. وهنا الدنجال ديالي بعد ما تنخرجو من الفران تيجي على هذا الشكل، والبطاطا حتى هي تندير ليها نفس الطريقه نتاع الدنجال، كنسلقها واحد شويه في الماء وكندهنها بواحد شويه نتاع الزيت وتنرشها بالملح وتنحمرها في الفران تجي على هذا الشكل، تجي رائعه تجي زوينه وما تتشربش الزيت بهذه الطريقه. والدنجال كذلك رشيتو بالملح ودهنتو بالزيت تيجي بحال مقلي. وعندي الفلفله اللي كنقطع بهذه الطريقه فلافل وصوص وصوص طوماط اللي تندير فيه واحد شويه نتاع الزعتر والملح على حسب الذوق وسكنجبير والتحميره وشويه نتاع البزار تيجي رائع. تندير واحد بلاطات الفران تندير فيها الدنجال هاد الخضره بهذه الطريقه تتجي رائعه تتجي بنينه تتعجب الدراري الصغار وتتعجب حتى الكبار. وغنسد فيه الدنجال تنزيد عليها الفلفله تنزيد البطاطا تنسلقها في واحد شويه تاع الماء مع شويه تاع الملح وتندهنها بالزيت وكندخلها الفرن تتجي زوينه تتجي بحال مقليه. وكنزيد عليها لاصوص طوماط تقدروا تزيدوا واحد شويه نتاع الجبن ولا تخليوها غير عاد بعد لاصوص طوماط تتجي رائعه بدون جبن. انا هنايا غادي نزيد واحد شويه نتاع الجبن نتاع الساندويتش تقدروا تزيدوا اي جبن متوفر عندكم تقدروا تزيدوه. تقدروا تخليوها بصوص طوماط بدون جبن تتجي رائعه حتى بدون جبن. وغادي ندخلها الفرن ونتلاقاو من بعد. الخضره ديالنا بعد ما تنخرجها من الفرن تتجي على هذا الشكل تتجي بنينه بزاف وسهله في التحضير وبدون لحوم وحتى الجبن الا ما بغيتوش ما تستعملوهاش تتجي رائعه غير بلا صوص. وهكا تتجي من الداخل. نتمنى تنال اعجابكم مشاهدينا الكرام وصحيه وما فيهاش اللحوم وسهله في التحضير. نتمنى تنال اعجابكم وما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلايك الى عجبتكم. وتنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعه وعلى المتابعه. شكرا لكم والى فيديو مقبل ان شاء الله والسلام عليكم.